إلغاء المناظرة الثانية التي كانت مقررة يوم الخميس المقبل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، خبر كان له وقعه في بورصة الأصوات الانتخابية. أما حملة الرئيس الأمريكي فاعتبرت أنه لا سبب طبيا يستدعي إلغاء المناظرة الخامس عشر من أكتوبر. فمن المتضرر الأكبر من إلغاء المناظرة؟ كيف تؤثر التطورات المتلاحقة على مسار الانتخابات في أسابيعها القليلة الأخيرة؟ انضم إلينا في هذا الحوار من واشنطن المستشار السابق في إدارة الرئيس السابق كلينتون ريتشارد جودشتاين، والكاتب والباحث السياسي الدكتور عماد عبد الهادي. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ معك دكتور عماد عبد الهادي، إلى أي درجة ممكن أن تؤثر يعني إلغاء هذه المناظرة على الرئيس دونالد ترامب؟ هل اعتبر أن مثلا جو بايدن هو الذي فاز في المناظرة الأولى حتى يكون إلغاء المناظرة الثانية يؤثر سلبا على ترامب؟ لماذا يعتبر أنها ستؤثر سلبا عليه؟ لا أعتقد أن فرضية فوز بايدن دقيقة. بايدن كان أداؤه لافتا للنظر لسبب واحد، لأنه جاء فوق المتوقع منه كثيرا بسبب اعتلال صحته وتلعثمه في الكلام أحيانا. في هذه المناظرة كان أكثر تمسكا ولديه حجج قوية، ومن ذلك لهذا السبب اعتبر أنه فاز. ولكن في الحقيقة لا بايدن ولا ترامب فاز، الخاسر الأكبر كان هو الولايات المتحدة الأمريكية. كانت طيب. صورة أو أحرى سبة في جبين أمريكا هذه المناظرة، ولعلهم فعلوا شيئا حسنا لجنة المناظرات بإلغاء المناظرة الثانية بصرف النظر عن الأسباب الصحية. لا يعني بس يعني كيف ستكون هذه الانتخابات بدون مناظرات؟ يعني الآن أليس من الأفضل أن يتعرف الناخب على الآراء بشكل نقاش؟ أن لعل ترامب وجو بايدن يحسنان من أدائهما في المناظرة دكتور؟ هذا صحيح إلى حد كبير، ولكن للأسف الشديد في المناظرة الأولى لم يتمكن الجمهور الأمريكي من معرفة مواقف أي منهما في كل القضايا الحيوية. كانت المسألة تبادل اتهامات وإهانات ومقاطعات كل منهما للآخر. انظر أيضا إلى مناظرة نائب الرئيس بينس ونائبة المرشح هاريس. الإعلام الأمريكي برمته كان مركزا في كل العناوين الرئيسية على موضوع واحد تافه جدا، الذبابة التي وقفت على رأس بينس لمدة دقيقتين ولم يشعر بها. كان هذا يعني في المقام الأول أن الأمريكيين لم يهتموا بأي من القضايا ولا بأراء أي منهما، وأنها أيضا ربما كانت مملة إلى درجة التعلق بمسألة الذبابة. طيب دكتور عماد، طيب سأذهب الآن إلى ضيفي المستشار السابق في إدارة الرئيس كلينتون. ريتشارد، ما رأيك يعني إلغاء المناظرة الثانية سيضر بمصلحة من المرشحين أكثر؟ أعتقد بأن كل استطلاعات الرأي التي حدثت بعد المناظرة الرئاسية أظهرت بأن جو بايدن كان يحصل أو ينظر إليه بأنه كان أفضل من دونالد ترامب، وأنا أوافق على ذلك. نعم، أعتقد بأن ذلك كان طبعا محرجا، ولكنه كان محرجا في المقام الأول للرئيس ترامب، لأن الناس رأوا السلوك الذي لا يريدون أن يروه في رئيس الولايات المتحدة للأربع سنوات المقبلة. ورغم أنني أوافق أيضا بأن جو بايدن لم يكن لديه فرصة لشرح مواقفه لأنه قوطع مئات من المرات، إذن وأعتقد أن هذا أيضا حدث في مثلا في المناظرة بين كاميلا هاريس ومايك بانس، وهناك استطلاعات رأي أظهرت بأنها هي التي فازت. وحتى استطلاعات الرأي منذ الانتخابات الرئاسية قالت بأن التقدم الذي أحدثه جو بايدن والذي كان 7 نقاط
الآن أصبح 10 نقاط، ارتفع إلى 10 نقاط. نعم، أنا أوافق على أن قضية الذبابة على رأس مايك بينس أظهرت بأن الناس لم يكونوا ينظرون إلى السياسات، ولكن فقط للردود الجسدية، وأعتقد بأنه طبعاً المناظرة كانت محرجة بالنسبة للرئيس ترامب في المناظرة الأولى، ولكن أعتقد بأنه كان من الغباء بالنسبة للرئيس ترامب أن يقرر عدم المشاركة في المناظرة الثانية، لأنه متأخر كثيراً، وهو الآن آسف هو الآن يريد أن يهز الأرض كما يقال، ولكن المناظرة سنرى ما إذا كان سيفعل ذلك، ولكن هناك مناظرة واحدة بقيت له فقط. أنا لا أفهم لماذا قرر بأن لا يقيم مناظرة مع جو بايدن. أعتقد بأن هذا صعب بالنسبة إليه، لأنه كان ينبغي أن يرد على الشعب أو أسئلة من الجمهور، وكان يمكن أن مثلا يهاجمهم بأسف، ولكن أعتقد بأنه أراد أن يهز ديناميكية هذا السباق، والذي يظهر بأن جو بايدن يتقدم كثيرا عليه. أنت تشير إلى أن ترامب رفض أن يجري المناظرة عبر الإنترنت، هذا ما أشرت إليه، يعني هو كان يصر على أن تكون المناظرة وجها لوجه، وبالتالي هذا الرفض وهذا التأخير أدى إلى إلغاء المناظرة. طيب دكتور عماد عبد الهادي، برأيك لماذا أصر ترامب على أن تكون المناظرة وجها لوجه مع جو بايدن، وهل كان في خطر مثلا من أن يكون المناظرة وجها لوجه فعلا على جو بايدن؟ لا أعتقد، ولكن ترامب دائما يريد رد فعل، يريد جمهور، حتى لو كان كما في المناظرة الأولى لا يشارك في أي شيء، هو يفضل دائما أن يكون خطيبا ويتكلم وحده ويستمع لردود الأفعال الجماهير سواء تصفيق أو غير ذلك. ولكن أود أن أشير إلى نقطة هامة جدا فيما يتعلق بالرأي العام الأمريكي. دعنا نتفق عزيزي أن كل القضايا الخلافية التي تقسم المجتمع الأمريكي على الخطوط الحزبية، مواقف الحزبين منها معروفة جيدا تماما، معروف إدانات واتهامات لترامب بفشله في إدارة أزمة كورونا، وهي كلها تأتي من الجانب الديمقراطي، ومعروف أيضا كل تاريخه في التصريحات أو التهمات بالعنصرية أو بالشفونية أو غيرها، كل هذا معروف. أيضا معروف مواقف الحزبين من قضايا مثل التأمين الصحي، مثل الإيجاد، كل هذه قضايا ليست جديدة من الناحية الخلافية في أمريكا، وبالتالي أنا لا أعتقد أن المناظرات ستضيف جديدا، ولا أحد يتوقع ولا يجب أن يتوقع أن يتغير سلوك ترامب في المناظرة القادمة إذا حدثت. ترامب أستاذ في كل ما فعله، كل التقنيات بتاعت اتهامات متبادلة، السخرية، المقاطعات، لغة الجسد الساخرة، كل هذا سيوظفه ترامب لو أتيحت له الفرصة فقط، حتى لا يعطي منافسه التعبير عن رأيه في القضايا المختلفة. طيب دعونا نتابع هذا الحديث للرئيس ترامب الذي شارك اليوم في قبل قليل في لقاء جماهيري، هو الأول من نوعه بعد خروجه من المستشفى حيث تلقى العلاج هناك من فيروس كورونا، حيث أكد ترامب اليوم وجود لقاح لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن عملية التوزيع ستتم قريبا جدا. أريدكم أن تعلموا جيدا أن أمتنا ستهزم هذا الفيروس الصيني الفظيع، ونحن ننتج حاليا علاجات وأدوية فعالة ونعالج المرضى، وسوف نستعيد عافيتنا. اللقاح سيتوفر قريبا جدا وفي وقت قياسي، فلدينا العديد من الشركات الرائعة التي تعمل على إنتاجه وسوف تقوم بتوزيعه، وسنشرك الجيش في عملية التوزيع. أعود لضيفي هنا. سيد ريتشارد، ترامب ظهر اليوم وبدون كمامة وقال بأنه في صحة ممتازة، وبالتالي لا تعتقد أنه يعني قرار اللجنة كان ظالما بأن لا يسمح لترامب بأن تكون هناك مناظرة ثانية له وجها لوجه مع جو بايدن؟ ما الخطر في يعني أو المشكلة في أن يظهر وجها لوجه مع بايدن؟
دونالد ترامب طبعا لم يرد على الأسئلة قبل مثلا أن يعرف بأنه كان مريضا. قيل له متى كنت في آخر مرة لديك نتيجة سلبية، لكنه لم يرد على هذا. وحتى في المناظرة رفض ارتداء الكمامة، وحتى أيضا أفراد عائلته هناك كلهم رفضوا ارتداء الكمامات. وطبعا هذا في تلك المناظرة وضع حياة الجميع في خطر، وكان هناك أنصار لجو بايدن في نفس القاعة وعائلته أيضا. الجميع طبعا كانوا في خطر، طبعا كان ذلك مخزيا. قيل لهم إذا لم يكن لديكم كمامة فلن نعطيكم أي كمامة، ولكنهم سخروا من ذلك، ولكنها كانت مزحة سخيفة. إذا الآن مخاطر ظهور ترامب هو أن الناس سيمرضون بسببه. وأعتقد أن اللجنة لجنة المناظرة بفضلها، أعتقد بأنهم قالوا بأن هؤلاء الأشخاص في اللجنة أيضا إذا ظهر بهذه الطريقة يمكن أن يصابوا بالمرض، عائلته وداعموه. طبعا هل يعتمدون عليه مثلا في ارتداء الكمامات والحماية؟ ولم يكن ليكون مثلا نزيها بشأن السؤال متى مرضت وهل كنت مريضا أثناء المناظرة الأولى؟ ريتشارد اسمح لي هنا أن أقاطعك، اسمح لي هنا أن أقاطعك في سؤال. يعني هو ممكن أن يحصل على نتيجة سلبية غدا أو بعد غد، المناظرة يوم الأربعاء مساء بتوقيت الولايات المتحدة. ألم يكن القرار مبكرا بعض الشيء؟ ألم يكن يمكن الانتظار ليومين على الأقل للتأكد من صحة ترامب قبل إعطاء مثلا هذا القرار؟ مرة أخرى عائلته أظهرت بأنها ليست مستعدة لتطبيق القانون واحترام القانون، كما أنه لم يحترم ذلك حينما كان يتحدث مثلا جو بايدن وهو يقاطعه مرارا. هل ربما نعم ربما نتيجته ستكون سلبية؟ نعم، ولكن هل مثلا لم يكن هناك أي تقارير طبية؟ لقد كذبوا على الجمهور حينما حصل على الأكسجين ونوع الأدوية التي تلقاها، وقالوا بأنه مريض وأعراض خفيفة، ثم قالوا كما قلت فإن المشكلة تكمن في أنه ليس هناك أي نزاهة في جانب طيب ريتشارد ترامب. اسمح لي أن 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 أنتقل هنا في السؤال. يعني دكتور عماد، دكتور عماد، هل تعتقد بأنه الديمقراطيون يعني يبالغون في موضوع المرض وضع الصحي للرئيس ترامب، خصوصا مثلا نانسي بيلوسي التي الآن تريد الكشف على الصحة العقلية للرئيس ترامب بحجة أنه فيروس كورونا ممكن أن يؤثر على الدماغ؟ ألا يوجد مبالغة في هذا الإطار؟ نعم، هناك مبالغة بالفعل، وأود أن أشير أيضا إلى هناك سردية موازية لتلك السردية الرئيسية التي تسيطر على الإعلام الأمريكي فيما يتعلق بفيروس كورونا. هناك الكثيرون وربما من أنصار ترامب يشككون في مبالغة الجانب أو الإعلام الأمريكي الديمقراطي، خاصة الإعلام الليبرالي الموالي للحزب الديمقراطي، في حجم الكارثة سواء من حيث الأعداد أو من أشياء أخرى. لا أحد ينكر أن هناك أكثر من 200,000 أمريكي ماتوا بسبب ذلك، ولكن هناك كثيرين يشككون في السردية بمقارنة ذلك بالأنفلونزا السنوية وإلى آخره. بصرف النظر عن هذه المسألة، هناك أيضا شكوك ظهرت مؤخرا بأن ألغاء المبادرة جاء لصالح بايدن أو بالأحرى لحمايته. تذكر أنه قبل المبادرة الأولى بأسبوعين قررت نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين أكثر من مرة نصيحتها لبايدن بألا يناظر ترامب، لأن ترامب ليس محاولا جيدا. ترامب يتمتع بعدوانية وبغلظة وفظاظة، ومن ثم ليس شخصا على مستوى الحوار المتمدن. هو فقط يريد أن يهزم من أمامه ويلجأ إلى كل الأساليب الممكنة في ذلك. ومن ثم فإلغاء المناظرة الثانية ربما يصب في صالح بايدن تحديدا لحمايته من مزيد من هذه السوءات كلها. لكن فيما يتعلق بالقضايا، لن تضيف المناظرة شيئا للقضايا ولن تخصم من رصيدها شيئا. ريتشارد، في المقابل هل تعتقد بأن الرئيس ترامب يحاول استخدام قضية مرضه في الدعاية الانتخابية
الظهور بشكل كما يصفه الديمقراطيون أو بعض الإعلام سوبرمان الذي ينزع الكمامة عن يعني وجهه عند دخول البيت الأبيض، الذي يخرج ويقول أنني تغلبت على فيروس كورونا الذي هزم العالم هنا، وموضوع اللقاح الذي سيكون جاهزا قريبا والدواء. إلى أي درجة برأيك يمكن أن تفيد هذه التصريحات الرئيس ترامب في الانتخابات؟ أعتقد أن تلك المقاربة سترتد على الرئيس ترامب. لماذا؟ هناك الآلاف من الأمريكيين يموتون يوميا بسبب فيروس كورونا. ماذا يقوله لهؤلاء وعائلاتهم؟ بأنه بطريقة ما هم ضعفاء؟ وبأن هذا الفيروس كان لا ينبغي أن يصيبهم أو أنهم أخطأوا بشيء ما؟ الفيروس هذا كما نعرفه ينتقل بالعدوى، وكانت هناك أيام حيث آلاف من الأمريكيين ماتوا ولا أحد مات في كندا في نفس الوقت. الأمر يتعلق بأن هذا المرض كان يمكن إدارته، ولكن إدارة ترامب لم تدر هذا المرض بطريقة ملائمة. وحين يقول بأنني تغلبت على المرض وبأنه ليس سيئاً وإنه ليس قوياً، وهؤلاء الذين أصيبوا من الملايين والآلاف مئات الآلاف الذين ماتوا لديهم عائلات وأصدقاء، كلهم يعرفون بأن ما يقوله هو هراء. إذن حينما يقول أنا سوبرمان وأنا قوي فإنهم يردون عليه ويقولون له بأننا لا نحبك بكل تأكيد. طيب دكتور عبد الهادي، برأيك موضوع مرض ترامب إلى أي درجة، أنت أيضا أسألك في رأيك هنا، يمكن استغلاله هنا؟ يعني ماذا فعلا إذا يعني كان في لقاح وتم توزيعه قبل الانتخابات، بالتالي ألن يكون لهذا الأمر تأثير، خصوصا عند الذين تحدثت عنهم الذين يشككون أصلا بأنه فيروس كورونا خطر أصلا؟ إلى حد كبير مسألة ظهور فيروس أو عفوا لقاح عقار ضد لقاح ضد الفيروس قبل الانتخابات قد يسب في صالح ترامب بدرجة ما، ولكن لا تنسى أن هناك شكوك كثيرة جدا لدى العلماء والمختصين في أي لقاح يتم إنتاجه قبل سنة ونصف إلى سنتين على الأقل. نعم صحيح، هناك على الأقل 7 شركات على سبيل المثال يمولها بيل جيتس تتصارع في إنتاج لقاح. الصين أعلنت قبل يوم أن لديها الآن لقاح وستوزع نحو 2 بليون لقاح جرعة منه حول العالم. كل هذا يظل في إطار التكهنات، ولكن العامل الحاسم في رأيي فيما يتعلق بمسألة ترامب ومرضه وشفائه، صحيح هو إلى حد ما أراد أن يظهر أنه فوق كل هذه المسائل وأن المرض ليس بهذا الخطورة، بدليل أنه متقدم في العمر ومن المجموعات السنية التي تكون في موقع الخطر كما أشار هو نفسه. ولكن أهم من ذلك، أنا أوافق على ما قاله ريتشارد فيما يتعلق بالضحايا الذين راحوا نتيجة هذا، ولكن الأهم من ذلك الولايات المتحدة بها تيار آخر رافض تماما، ليس لي خطورة الوباء، وإنما يريد أن يفتح الاقتصاد ويريد أن يعود إلى أعماله وإلى حياته العادية. عند مظاهرات عديدة من هذا ليس فقط في أمريكا، في مفهوم في أمريكا وفي أكثر من دولة في العالم، ناهيك عن يعني مجموعات كثيرة تريد للاقتصاد أن يعود بشكل حيوي أكبر. أشكركما شكرا جزيلا ضيفاي في هذا الحوار. من واشنطن كان معنا المستشار السابق في إدارة الرئيس كلينتون ريتشارد جودستين، وأشكر أيضا ضيفي من واشنطن الباحث السياسي دكتور عماد عبد الهادي.